قالت مصادر محلية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب معسكر بمحافظة أبين دون وقوع ضحايا. ووفقا لذات المصادر، فإن عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب مقر اللواء 115 في مديرية لودر، ولم يسفر عن أي ضحايا أو إصابات أو أي أضرار مادية. واتهم المصدر العسكري عناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابعة للقاعدة بالوقوف وراء هذه العملية.